الان حنا في واحد المسار اللي هو المسالك القانونيه اللي توصلنا باش نصدروا امر استعجالي في صف المستحقات ديالنا. عندنا احكام نهائيه منذ 6 سنوات ونحن ننتظر. فمشينا دابا درنا لجنه رباعيه، خلقنا مواقع ايمانا منا بان ضد السلطه لها تاثير ووقع على هذا الحدث ديالنا، لان المشغل ديالنا ليس انسان عادي ولكن فاعل اقتصادي ويعتبر من المقاولين المواطن اللي تيتحلوا بالمواطنه. وحنا بينا لهم باننا حنا راه المشغل ديالنا ضد كل ذلك. هو كان يستغل شركات ويستفيد من امور، وخلى 1784 اسره مشرده قبل 10 ايام من عيد الكبير ديال 2011. المسالك اللي خدينا التجانا الرئيس المحكمه التجاريه، قلنا له بان السانديك اللي عندنا الصندوق بغينا نعرفوا شنو بقى عندنا فيه. قلنا باقي واحد لائحه البيع ما تسماش. قلنا له بالله عليك التقرير يقول بان خلاء وفناء، فماذا يبقى؟ ضغطنا باش قال لنا بان راه المقاولات والتوب ديالكم تعرض للسرقه والاتلاف، وبالتالي انتم العساسه ممكن ترفعوا ضدهم شكايه للوكيل جلاله الملك بتبيعه الرباط، ونرفعوا شكايه اخرى ضد عدم احترام الاجال القانونيه في اغلاق مقاوله كبرى اللي القانون تيعطي فيها شهرين تخبر السلطات المحليه وتخبروا المنادي والعمال وتخبروا الممثلين النقابيين اللي كانوا كانت عندها تمثيلين نقابيين، وبالتالي شكايه اخرى ثالثه غنوضعوها ضد النقص الحاصل اللي عندنا في المخزون، وعندنا ما يفيد بجرد المنقولات اللي عندنا. كانت الى غايه مارس 2011 عندنا جرد ديال المنقولات، جرد ديال الثوب، وبالتالي كل ذلك اكثر من 20 مليار ديال المنقولات والثوب بعنا حنايا الله مليار ونص اللي باع السندي، يعني حرق سافر. وحنايا الان تنضغطوا على هامش فاتح اليوم العالمي للشغيله، بغينا الجهات العليا تصمت لهاد 1784 اسره مشرده اللي عانت، وعندنا امراض يعني صعيبه ماتوا عندنا ناس لانه شروط الصحه والسلامه لم تكن تتوفر انذاك، لاننا كنا تنديروا يعني التريتمون ديال الجين، كان عندنا الامونياك وما كانش شروط الصحه والسلامه متوفره انذاك. المقاوله الكبرى اللي تتشغل انذاك اكثر من 3500 عامل عامله، عندنا امراض مزمنه السرطان، ماتوا عندنا ناس بالسرطان الله يرحمهم، ناس اللي وصلوا 55 56 سنه وطردوا تعسفيا، ما كاين حتى شي مؤسسه في البلاد اللي ضمنت لهم ولو قصور ولو شي تعويض نتمنى يخرجوا لنا الاحكام ديالنا. وبالتالي بقينا تنتظروا وطال الانتظار ديالنا، ولقينا الظرفيه مساعده باش نضغطوا وناخذوا حسابنا. وشكرا. لان اكبر اختلاس مالي واقتصادي في تاريخ المغرب هو اللي دار وزير السموسي ودار السموسي وعثمان السموسي في حال في يعني 200 مليار سنتيم في ابلاغ باكس قويه التنميه، لانه هو لعب على هذا البلاتفورم، لعب على ازمه اقتصاديه كاينه في اوروبا تيعطيو للناس، لان عندهم الناس في الحكومه وتيهجروا الريجستر ديال المقاطعه وتيجي لعندهم الصف الصغار ماشي في يوم عمل الصف الصغار، وتيجي يديروا له معامله بحال هكا وتيجيبوا له العصر وتيديروا الناس في ستيفو والعامل والعامله في غياب تعطير للعامل والعامله، لان انتم التمثيليه ديال المنادي والعمال في شركات بدر الدين السنوسي كانت الانتخابات تجرى مزوره، وكانوا حتى مندوبين العمال باش كانوا معايا انا باش كانت في صعوبات المقاوله، وكنا حضرنا باش نخرجوا من صعوبات المقاوله والتصفيه وجبنا 800 توقيع، كاين شي مناديب عمال قالت لهم القضيه في المحكمه التجاريه ما عندك الصيغه، لان ما عندوش الكاشي ديال المفتش ديال الشغل، وبالتالي مندوبين العمال لم تكن عندهم الوعي والادراك والفهم الجيد باش يوقفوا ما يخلوش ذوك العقود تتبدل. هذا من اول حاجه، وبقى تيديروا مونتاج وسط مونتاج، قبل قلت لك الاجور ديال اتلانتيك كونفيكسيون داروا لها واحد القطع 300 عامل وعامله، جابوهم